هذا سائل يقول: أنا متزوج من 4 سنوات وأعيش أنا وزوجتي مع أمي، وبسبب عدم إنجاب زوجتي حتى الآن يحدث الكثير من المشاكل بين زوجتي وأمي، لأن أمي تريد أن أتزوج وأطلق زوجتي حتى أنجب، ودائما والدتي تصطنع المشاكل مع زوجتي حتى تترك زوجتي المنزل وأتزوج أنا غيرها، فمنزلنا المشترك بيني وبين أمي تحدث كثيرا من المشاكل بسبب الإنجاب، علما بأن والدتي لها ولد وبنت ومتزوجان في بيوت منفصلة، فهل أنا إذا تركت أنا وزوجتي منزل أمي إلى منزل منفصل مثل إخوتي مع قيامي بخدمتها بنفسي، هل في ذلك معصية؟ علما بأن أمي كارهة لخروجي من المنزل، وهل عدم طاعتي لأمي في طلاق زوجتي يعتبر عقوقا؟ أفيدونا وجزاك الله خيرا. اختصر السؤال، لا تطول السؤال. والدتك تريد لك الخير، تريد لك الخير ما في شك، تريد لك الذرية، فلا يكون في نفسك على والدك شيء في هذا الأمر، لأنها تريد لك الخير، وطلب الذرية ليس مقصورا على تطليق الزوجة. لا تطلق زوجك، تزوج ثانية والحمد لله وثالثة ورابعة، تزوج واطلب الذرية وخلك في مع عند أمك أنت وزوجاتك والحمد لله. لا تطلق زوجك، لكن تزوج ثانية طلب للذرية، وما أنجبت تزوج ثالثة ورابعة، الله وسع عليك وتجمع بين طلب الذرية وبين رضا أمك، يحصل بينكم مشادة في هذا الأمر، ولا تطلق زوجك. نعم.